جبان اخرج من منزلك، اخرج من منزلك اليوم، يوم موتك. مين هذا اللي قاعد بحكي لليوم يوم موتك؟ يا ربي مين هذا، مين هذا؟ اخرج من المنزل، يلا انا جاي احاربك، انا جاي احاربك يا جبان. ايه مين اللي جاي يحاربني؟ خليني اطلع بسرعة بسرعة على الطابق الثالث واشوف مين اللي جايني. بسرعة بسرعة يا شباب، مين بتتوقعوا، مين بتتوقعوا؟ خليني اشوف. ايه الكريبر الثلجي، شو بدك مني؟ اخرج من منزلك يا جبان، اخرج. يا ربي انا اليوم جاي شو هذا؟ علشان انا احاربك واقتلك يا غبي. شو هذا الاشي؟ يا ربي شو اللي قاعد بتسوي؟ يا ربي، اخ عيوني، انت اللي جيت عند الشخص الخطأ. يلا يا شباب بنات، في حرب اليوم، في حرب اليوم. هذا هو الكريبر الثلجي، انا راح اقتله، راح اقتله باذن الله. بدي اطلع سيفي هذا الاحمر، انا الناري، انا كريبر الناري، راح اقتله باذن الله. يلا يلا خليني اشوف. اخرج يا جبان. هيني جيتك يا جبان، انا بعرفك انك جبان كثير كثير. تعال لهون راح اقتلك، تعال. جيش اهجم عليه، جيش جايب جيشك كمان، خذ لك هاي انت. يا ربي خذ لك هاي، خذ لك هاي. لا ترميهم، لا ترميهم. يا ربي بطلت شايف اشي يا ربي. انا اليوم جاي علشان اقتلك في هاي الحرب، انا اليوم جاي علشان اقتلك في هاي الحرب. لازم اقتلهم هذولا، خذ لك هاي وخذ لك هاي بسرعة يا شباب. هيني قتلت اثنين، تعال لهون راح اقتلك انت. يا ربي هسه راح يحط كمان، راح يحط كمان. يا ربي تعال هون، اهجم عليه يا اخي. جاب كمان، جاب كمان. خذ لك هاي، خذ لك هاي. راح تموتوا كلياتكم، راح تموتوا كلياتكم. جيت تحاربني؟ تعال لهون يا اخي، اقتلوا. يا ربي انت، راح اقتلك، انا راح اقتلك بس في ايدي يا غبي. باحلامك، باحلامك. تعال هون يا جميل، قتلت اقوى محاربينك، بديش اقتلك. حط كمان اشوف، حط لي كثير كثير من الايرون جوليمات، وعشان تشوف، عشان تشوف، عشان حاط كلاب. طلع شو بسوي فيه بضربة واحدة. بدك تموت شكلك. هذولا ما بيسووا لي اشي. طلع طلع كيف بقتلهم، طلع كيف بقتلهم. يلا عشان نقتلك يا خبي. يلا يلا هيني قتلتهم، رجع اليوم موتك انت. تعال هون راح اقتلك، خذ ذكاي. اضربت ضربة قوية، تعال هون خذ ذكاي. واحد غبي موت. طلعوا يا شباب بنات، انا ما بدي اضربه في السيف، بموت لانه. تعال هون، تعال تعال يا جبان. خايف مني؟ خايف مني انا متأكد 100%. اطلع فرجيني وجهك، اطلع فرجيني وجهك. يا ربي فشلت، فشل جيش القوي جدا جدا اللي دربت علشان اقتل هذا الكريبر الناري، فشل هذا الجيش وما ظل الا انا وحيد. انا خايف، انا خايف، انا هربت لهذا المنزل، انا خايف اموت. بدي ارمي عليك هذه القنابل، هذه القنابل. مفكرني راح اتاثر منها، راح ابعد منها مثل هيك بكل سهوله. انت واحد جبان، انت واحد جبان. هسه اذا بدك بهدم منزلك الكبير هذا المكون من الثلج بثانيه واحده، بس انا بحب انه يكون عندي منافس قوي، بحب انه يكون في تحدي بيني وبينك يا شرير. تعال لعندي عشان اقتلك، انت كثير كثير جبان، كثير كثير جبان. انا لسه ما خلصت، انا لسه عندي جيش ثاني راح يهجموا عليك ويقتلوك. يا جيش اهجم عليك، تعالوا لهون راح اقتلكم كلهم. يا ربي شو هذا، حط كثير. يا ربي يا الله انت جبان كثير، ما راح تقدر، مش قادر تسوي معاي اشي. تعالوا لهون راح اقتلكم كلكم. اطلعوا كيف يا شباب، هذا قاعد بتطلع علي. والله انك جبان كثير، تعالوا لعندي. خذ لك هاي وخذ لك هاي، بدي اقتلكم كلكم. هاي قتلت واحد، قتلت واحد. بسرعه يا شباب بنات، مش بديش اخليهم يضربوني ولا ضربة، لأنه هذول إذا ضربوني أي ضربة راح يقتلوني، لأنه هذول هم السنومان، هذول السنو جولم أقوياء كثير كثير. يلا يا شباب بنات لازم أقتلهم واحد واحد. طلعوا كيف بحاولوا إنهم يضربوني، بس أنا بتغاضى، بتغاضى عن ضرباتهم. ضايل اثنين، ضايل اثنين. يلا يا شباب بنات بسرعة، ضايل واحد. تعال لهون، خذ لك هاي وخذ لك هاي. أقتلك يا غبي، تعالوا لعندي، تعالوا لعندي يا أغبياء. موتوا موتوا موت. يا ربي تسكر الباب. والله انك انت قوي كثير، بس انا اقوى، انا راح اقتلك، راح اقتلك.
كيف بدك تقتلني؟ اعطيني اعطيني كيف بدك تقتلني؟ انت ما قدرت تسوي فيي اي اشي، حطيت كل جيشك اللي انت تعبان فيه طوال حياتك، واليوم انت مش قادر تتحداني وتنزل لانك جبان كثير. يا ربي اسكت اسكت، انا قوي كثير كثير كثير، وانا راح اقتلك يا غبي يا بيض. اوشم عليه. شو هذا؟ اوه بيض بيض دجاج لونه ازرق. لا يا ربي لا يا ربي يا انا بموت من البيض. هاي كون كون رجل قوي كثير كثير وانزل، انا مش راح اضربك، انزل انزل بس شوية يا كريبر الثلج، مش راح اسوي فيك. راح تقتلني راح تقتلني. بوعدك بوعدك وعد الابطال اني مش راح اقتلك. تعال تعال لا تخاف لا تخاف يا حبيبي، تعال تعال تعال. نعم نعم. انت انت اجيتني وانا نايم جاي بدك تقتلني في وسط منزلي وما قدرت تسوي اي اشي، وانت بدك تحاول انك تنافسني بس مش قادر، جبت اقوى جيش عندك وسويت العجائب والغرايب وما قدرت تلمس شعرة من راسي لانه ما عندي شعر. المهم هو المهم هو هي يا كريبر الثلجي، انا وياك هذا الاشي مش راح يحدد مين الاقوى، انا وياك بدنا نسوي تحديات ثلاثة، اللي بيفوز فيهم اللي بيفوز اثنين منهم هو الربحان، واللي بفوز ثلاثة هو الربحان. اتفقنا؟ تحديات ايش؟ تحديات ايش؟ انت متأكد؟ اكيد انا متأكد، تحديات القوة هاي بسموها. طيب طيب ماشي، انا راح اتحداك يا غبي وراح اقتلك، راح اقتلك فيهم وراح افوز. طيب ماشي، هيني بدي احكي لك التحديات، انت موافق؟ نعم انا موافق يا غبي. ايش هو الاول؟ ايش هو التحدي الاول؟ هو تحدي خفيف لطيف. حلو. نعم ايش هو التحدي؟ التحدي الاول هو ان نروح انا وياك على الملاهي، على اخطر ملاهي في العالم، ونشوف مين بخاف فيها، واللي بخاف وبكون برتجف في اخر المرحله بكون الخاسر. والتحدي الثاني هو تحدي سرعه السفن، هاي هذا التحدي سباق السفن، سباق السفن، واللي بفوز فيه هو. والتحدي الثالث هو تحدي القتال بيني وبينك. انت موافق؟ نعم انا موافق يا غبي. يلا بدنا نروح على الملاهي على قطار الموت ونشوف. انا ما بخاف انا ما بخاف. يلا يا غبي. يلا يا شباب بنات رح ألقنوا دن درس مش رح ينسى طوال حياته. يلا يا شباب بنات بسم الله خلينا أروح على الملاهي. يلا يلا يا كريبر الثلج الجبان، انت جاهز عشان نركب قطار الموت ونشوف مين هو الأقوى بيناتنا؟ انا جاهز يا غبي انا جاهز، انا رح افوز في هذا التحدي رح افوز، بس انا عندي لك تحدي قبل هيك. ايش هو التحدي؟ قول انا جاهز باي تحدي بتحكي لي اياه. بدي من جميع اللي بيشاهدوا هذا المقطع مشتركينك انت اللي بحبوك وصلوا هذا الفيديو 5000 لايك 5000 لايك، وعلشان تبين انه في متابعين بحبوك ومشتركين بحبوك. انت مفكر حالك ايش؟ انت يا غبي ما بتعرف متابعين قناة M4X5 هذول بوصلوا 10000، انت بتستهين فيهم؟ لا بس انا بدي اشوف. رح يلا يا غبي شباب بنات فرجوا كيف من نقدر نوصل 10000 لايك. ويا شباب الكل يشترك في هاي القناة وفي قناتنا الاصلية اسمها M4X5 Gamer، وفي قناتنا الثالثة اسمها M4X5 Extra، رح نصير ننزل عليها افلام روبلوكس او افلام فري فاير ان شاء الله في شهر رمضان. يلا يلا يا كريبر الثلجي انت جاهز لقطار الموت؟ نعم انا جاهز. يلا تعال معاي تعال معاي خلينا اسوي مثل هيك طول تبعتك. يلا يلا تعال معاي يا غبي. خلينا انا احط هون الاموال، خلينا ارمي هاي 200 ورقه مثل هي مثل هيك هني رميتهم. يلا بسرعه تعال قدامي حطها واطلع بسرعه. يلا بدنا نشوف مين الاقوى بيني وبينك. يلا اركب اركب. طيب يا غبي يلا. يلا يا شباب بنات.
شوفوا يا شباب بنات منظر منظر طلعت فوقيك يا غبي طلعت فوقيك شو خايف خايف شوفوا يا شباب بنات التحدي الاول اطلعوا يا ربي والله مخيف كثير والله اشي مسلي كثير كثير يا شباب بنات هو خايف طلعوا كيف خايف عيونه صار لونه مزرق طلعوا طلعوا كيف منظر والله انه كثير كثير مضحك كيف كيف انت خايف شكلك سامعك بتصرخ مثل الاطفال يا ربي يا ربي اسكت اسكت يا ربي والله مخيف كثير يا ربي تخلص يلا خلصي يلا خلصي لسه الوقت طويل الوقت طويل يا حبيبي اطلعوا يا شباب هاي الملاي هذا اسمه قطار الموت المخيف جدا بس انا مش خايف لان الكريبر الناري ما بخاف من اي شيء يلا تعال تعال لهون يا سلام يا سلام نطلع مثل هيك يلا خلينا ننزل شو رايك يا شباب شو خوف تعال لوين وين رايح وين والله مخيف كثير والله مخيف كثير ايش هذا المكان خفت يا جبان اسكت اسكت يا ربي والله خسرت في هذا التحدي والله اكيد مخيف خسرت كثير. في هذا التحدي 100% انك خسرت في هذا التحدي انت غبي جدا جدا يا كريبر الثلجي يلا هسه بدنا نروح للتحدي الثاني وهذا التحدي التحدي قبل الاخير لان بدنا نشوف من الاقوى بيناتنا يلا يلا يا رجل يا كريبر الثلجي تعال معاي على الشاطئ عشان نسوي سباق السفن يلا يا شباب بنات بسم الله يلا يا كريبر الثلجي انت جاهز للتحدي الثاني وهو هذا التحدي قبل الاخير واللي هو سباق السفن نعم انا جاهز يلا يا غبي اصعد لسفينتك يلا يلا يا شباب بنات هاي هي سفينتي وانا راح افوز عليه باذن الله يلا لما عد لثلاثة بدنا ننطلق لازم نوصل لاخر الشاطئ ونرجع يلا واحد اثنين ثلاثة انطلاق يلا يلا يا شباب لازم افوز عليه انا بحب سباق القوارب يلا يا شباب بنات لازم افوز عليه انا لازم افوز عليه يا الله متصدر متصدر وفايز علي لازم اشد سفينة لازم يكون في تحدي خف يلا يلا بسرعة بسرعة يا شباب لازم لازم افوز عليه قربت كثير كثير تقريبا تعادل تقريبا تعادل تعادلنا يلا مين راح يفوز انا راح افوز انا راح افوز انا في الصدارة انا في الصدارة يلا يا شباب بنات مين راح يفوز بتتوقعوا انا ولا هذا الكريبر الثلجي بسرعة بسرعة لازم نتعدى هذولا الاشياء بسرعة بسرعة يا شباب يا الله علقت 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 يا ربي هذا الاشي يمكن يخسرني هذا الاشي يمكن يخسرني اوه يا الله طلعوا سفينة علقت كمان يا ربي لازم الهيك مثل يا غبي يا الله بسرعة بسرعة يا شباب لازم بسرعة يا كريبر الناري شو يكون اسرع من هيك اطلعوا يا شباب هيو خربت خربت معاه يلا يلا يا شباب خلينا نسوي مثل هيك واتعدى هذول الاشياء مثل هيك انا في الصدارة راح افوز عليك من المرة الثانية يا غبي مستحيل تفوز انا سباق القوارب لعبتي يا غبي لعبتي يلا يا سفينة شدي يا ربي هذا تقريبا تعادل بس هو اقوى مني بشوية يا ربي مين اللي راح يفوز انا ولا هو راح افوز يلا يا شباب بنات واو يا ربي والله كان راح يخبط في الرمل كنت راح افوز اكيد 100% يا الله لا يا ربي مين راح يفوز مين راح يفوز مين راح يفوز تعادل 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 يا الله فاز يا الله والله سباقسي جدا جدا يلا هاي فزت عليك والنتيجة هي 1-1 وضايل هسه المحاربة والأخيرة واللي هي الحرب الحرب والفائز راح يكون هو الكريبر الأقوى اتفقنا جهز دروعك جهز دروعك يا كريبر الثلجي وانا راح اجهز دروعي وبدنا نشوف مين الأقوى بيناتنا انت موافق؟ انا موافق انا موافق يلا يا شباب بنات لازم نروح لحلبة الحرب عشان نشوف مين هو الاقوى النتيجة هي 1-1 تعادل والله كانت وشيكة كثير كثير اخر تحدي هو تحدي السفن كنت راح افوز فيه بس لسه عندي امل ضايل اخر تحدي واللي هو الحرب في حلبة القتال يلا يا شباب بنات بسم الله خلينا اروح على الحلبة يلا
انت جاهز يا كريبر الثلجي للقتال بيني وبينك؟ هينا يجينا على هاي الحلبة، اقوى حلب في العالم، هاي بسموها حلبة الموت، حلبة الموت. انت جاهز؟ نعم يا غبي انا جاهز علشان اقتلك يا جبان، يلا استعد للقتال. يلا يلا يا شباب بنات، خلينا نرجع لورا وناكل هاي الجولدن ابل، وين جهزت الدلع تبعي والسيف تبعي؟ انت لا تعال يا غبي، خذ لك هاي، خليني بدي اسوي درع، تعالون تعالون خذ الدرع. يلا يا شباب بنات، خذ لك هاي، خذ لك هاي بسرعه يا شباب، لازم اقتله، خذ لك هاي. خليني اكل مثل هيك، بسرعه بسرعه يا شباب، خذ لك هاي وخذ لك هاي، لازم اقتله، خليني اسوي درع مثل هيك. ها يا غبي مش راح تقدر، خذ لك هاي درع درع. يلا يا شباب خذ لك هاي بسرعه يا شباب بنات، خليني اكل جلدي قبل، خليني اسوي درع، خذ لك هاي خذ لك هاي خذ لك هاي. يا غبي يا جبان راح اقتلك، انا اقوى منك يا غبي، تعال هون متعطش عشان اقتلك، تعال خذ لك هاي. واحد جبان، خليني اسوي درع مثل هيك واقتله. يلا يا شباب بنات، خليني اسوي مثل هيك واضربه مثل هيك. يلا يا شباب بنات، اين اقتله؟ خليني اكل جولدن ابل. يلا يا شباب بنات، مين بتتوقعوا؟ هاي هي قويه كثير كثير، هاي الحرب. خليني اسوي درع بعدين اضربه، اسوي درع واضربه 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 واضربه. انا راح اقتلك يا غبي، انت راح تموت في هاي الحرب لان انا اقوى منك. في احلامك في احلامك، خذ لك هاي بسرعه يا شباب، سوي درع بعدين اضربه، اسوي درع بعدين اضربه. تعال لهون تعال لهون تعال لهون. يلا يا شباب بنات، راح اقتلك راح اقتلك يا جبان. يلا يا شباب خليني اكل جلدن ابل، تعال لهون تعال لهون، خذ لك هاي. يلا يا شباب بنات، لازم اقتله، هذا قوي كثير درعه، بس يلا يا شباب هذا منافس قوي، بس لازم اقتله، خذ لك هاي. يلا يا شباب درع، خليني اسوي الدرع واضربه، هاي درع. يلا يا شباب بنات تعال لهون. يلا يلا يا شباب خليني اكل جولدن ابل. يلا يا خذ لك هاي. يلا يلا يا شباب، والله قتال قوي كثير كثير هذا، لازم اقتله لازم اقتله. خذ لك هاي وخذ لك هاي وخذ لك هاي وخذ لك هاي، لازم اقتله يا شباب بسرعه بسرعه. انا عصب قتلته. هذا هو مصيرك انت، هذا هو مصيرك الموت يا جبان. انت من اول ما شفتك وانت جبان ما بتعرف تسوي اشي، من اول ما شفتك وانت جبان يا كريبر الثلجي. بس خلاص يا شباب بنات، انا هيك بكون انتصرت عليه وفزت عليه هذا الجبان. شفتوا كيف قتلت بكل شراسة مثل الاسود تماما، قتلت هذا المغرور اللي كان رح يقتلني قبل كم من ساعة. اليوم كان صباح كان رح يقتلني، بس انا اليوم رديت عليه وقتلته. وهيك انا يا شباب بنات بكون انتقمت، مثل ما انتو شايفين يا شباب وراي قناة M4X5 Gamer، الكل يشترك في هاي القناة ويشترك في القناة M4X5 عشان نوصل في هاي القناة قناتنا ماينكرافت 200,000 مشترك. انتو بتقدروا يا شباب، وبس يا شباب بنات الحمد لله. وبس يا شباب، لهم يكون وصلنا نهاية الفيلم. اذا عجبك الفيلم لا تنسى تحط لايك شير وسبسكرايب، وتدخل في سيرفر ديسكورد الموجود تحت في الديسكريبشن، وتشترك في القناة الثانية اسمها M4X5 Gamer، بتنزل عليها افلام ببجي موبايل مثل ما انتو شايفين هاي وراي، الكل يروح يشترك فيها. هاي هي تقريبا وصلنا 1,020,000 مشترك، هذا من فضل الله ثم من فضلكو. ويلا يا شباب همتكو، خلينا نوصل هاي القناة قناة M4X5 ماينكرافت هاي، خلينا نوصلها 200,000 مشترك. انتو بتقدروا يا شباب. وبس يا شباب ان شاء الله هذا الفيلم عجبكم، اذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك شير وسبسكرايب. وبس يا شباب اكتبوا لنا ارائكم واقتراحاتكم اذا عجبكم هذا الفيلم ولا لا. وبس يا شباب بنات، يلا مع السلامة.